التظاهرة عندها أهمية كبيرة. أولا هي تظاهرة اللي كتساعد وكتدعم الابتكار الأخضر. هذا الكلوستر سولير اللي تنشأ هذه 10 سنين خرج 32 مشروع ابتكاري في مجال صناعة الطاقة الشمسية اللي كتحتاجها بلادنا باش تنتج الطاقة المتجددة. اليوم كلوستر عنده دعم قوي من طرف الحكومة ومن طرف الفاعلين الدوليين والوطنيين من أجل تقوية القدرة ديالو على مواكبة المبتكر المغربي في مجال الابتكار الأخضر. والحضور اللي كاين اليوم كيبرهن أن الاستراتيجية في مجال التنمية المستدامة ديال سيدنا الله ينصرو بدات كتعطي الثمار ديالها أيضا في مجال الابتكار.